عظيم. شفت أكيد كل الصور اللي عم يعملوها عم تمارسها داعش تجاه المسيحيين واللي عم تعملوا فيهم، تجاه من تراهم بأنهم كفار. وحشية كانت الصور برأيك؟ طبعا خليني أشوف هالصورة من فضلكم. ممكن إذا أطلب من الريجي إنها تحط أول صورة. أوكي، شو رأيك بهالصورة دكتور حبيب؟ شو رأيك فيها؟ في شخص لابس على وجهه قناع، واضح إنه يقوم بتعذيب وبجلد. هلا حقلك شو عم يعمل، بس شو رأيك فيها لهالصورة؟ بدي افهم السياق، هاي الصورة وين وشو قصتها؟ ما انا بدي الصورة، يعني شو بدنا وين؟ يمكن يكون صورة بسيرك، هاي قاعد عم بيلعب قدام العالم وعرفتي يعني ما عرفت. بدي صورة ثانية من فضلكم، الصورة الثانية. إذا ممكن أطلب الصورة الثانية. عظيم، واضح هون شو عم يعمل. عم يجلد. صح؟ لا، بدي الصورة الثانية من فضلكم، الجلد. طيب. شو رأيك فيها لهالصورة دكتور حبيب؟ طيب انا من الاخير من فضلك اسمعي، بدي ريحك انا. لا انا بدي اقول لك شو هي هاي الصوره. اسمعي شوي. لا ما مكتوب فارسي، بس خليني ريحك. من فضلك بس اشرح للمشاهدين شو هي بس هالصورة. بدي اقول لك شو صار. حاعطيك كامل والله الوقت، حاعطيك كامل أنا الوقت. انا عم بحلف وانا كمان عم بحلف والله انه هاي اذا الصورة ممكن تنشال الصوره مفبركه. طيب خلص. طب عم بحلف. طب خلص حلفي انها حقيقيه. طب خلص خلص. طب خليني. طيب هاي الصوره إذا المشاهدين بيحطوا على الجوجل، جوجل أنا بدعي هلأ المشاهدين وبدعيك لإلك إنك تحط كلمة الجلد في إيران، أوكي؟ حيطلع لك آلاف الصفحات. هاي الصورة اللي أنا عرضتها هي بتاريخ 26 تشرين الأول 2013. هي صورة لحكم بالجلد على أربع مسيحيين بثمانين جلدة لشربهم النبيذ. حضرتك عم بتقول انه هيدي الصوره غلط، هاي الصوره اجت على كل وكالات الاعلام والخبر اجى على كل وكالات الاعلام. كونها حاعطيك لا اجت على وكالات الاعلام هذا ما بيعني مش مفبرك. حاعطيك. طب بس ما ايران ما نفته. هلا صار بدي القلم اذا بتسمحي لحتى الصوره الثانيه من فضلكم، الصوره الثانيه من فضلكم. طيب من فضلكم الثانيه اللي مش الجلد، الثانيه. الصوره الثانيه هي بتاريخ 24/7/2014. هي تحت عنوان حكم قاضي إيراني على رجل مسيحي بالحرق بواسطة السجائر على شفتيه لأنه قام بالأكل وقت الصيام. أنا بدعيك وبدعي المشاهدين أنه يحطوا هذا العنوان على جوجل وأنه يحطوا كلمة تانية. يعني فينا نحطها هلأ أنا وياك إذا بدك الكاميرا تاخدها. طيب الجلد في إيران. بس سؤالي النقطة واللي بوعدك إني بس بوعدك إني ما حقاطعك، بس بدي أسألك سؤال. أنا بديك إنك تقنع المشاهدين إنه اليوم الدولة الإسلامية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم في شيء مقنع بيقول إنه هي رايحة تحارب داعش اللي عم بيقوم بهذه الأساليب بينما هي تقوم بهذه الأساليب في عقر دارها. تفضل. طيب والله إنه بإيران لا رجم ولا جلد ولا بتر إيد. كل الأحكام المدنية، الأحكام والعقوبات في إيران هي أحكام مدنية على الطريقة اللبنانية. اللي عم يحكي معك شخص عاش بإيران 15 سنة، بس وقت اللي نعرف أنه إيران مستهدفة ودفع عشرات مليارات الدولارات من أجل تشويه صورة إيران. هلأ بقى جيبي لي صورة يعني مش لك صور. ما... طيب بس النقطة الثانية سديمة معلش، حط الجلد في إيران على اسمحي لي أسألك بس سؤال الجلد... بكل صراحة سؤال ما تزعلي مني. لا أكيد. إنه شو الغاية من هاي الموضوع؟ الغاية نحن جايين الغاية إنه أنا كصحفية نحن جايين عم بطرح عليك سؤال كيف بدك تقنع المشاهدين إنه هاي الجمهورية الإسلامية ضد داعش وهي عم تعمل بالضبط نفس التعليم؟ أنت ما لك حق، نحن ما كنا عم نحكي بالسياق، فجأة صور طلعوا وكأنه معمولين فخ. نحن جايين نحكي بالحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، جايين نحكي بسياسات إقليمية، بس حنحكي مش جايين فجأة لحتى نحط صور مفبركة. طيب وما إلى أي أساس من المصداقية وتصير هي موضوع الحلقة. أنا مش عم بحكي بس عشاني، لأن سألغي هلأ كتير كتير من المشاهدين مش حتلغيهم، هني أساساً ملغيين. طيب أنا عم هني ما لهم اعتبار. حط على جوجل الجلد في إيران. بدي أقرأ لك شو مكتوب على الجلد في إيران. يا سديمة اسمع شوي. نحن ننتمي إلى مدرسة فقهية تختلف
عما هو سائد لدى المملكة العربية السعودية وداعش. هلأ أنت لو بالسعودية ما بتقدر توظف. إيران ألغت للذكر مثل حظ الأنثيين. هيدا الاجتهاد الشيعي يتيح تعديل كتير من الأمور اللي هاي الحدود اللي أنت عم تحكي فيها هاي بكتير من الأحيان إلى طابع تاريخي عفى عليها الزمن. جبيلي واحد إيراني قطعوا له إيده لأنه والله سرق، أو واحد إيراني مجلد فرجيك. شو بدي بالصور؟ طيب. يا سيد ديما طيب. نحن نعرف لعبة الإعلان، سأسلم معك. بس أهم شيء بالموضوع معك. لحظة شوي، أهم شيء بالموضوع أنه أنت شي اللي عم بتحاولي أنه الدين إيران من خلاله علما أنه إيران ما خصها، هو مش خصوصية إيرانية. هو بينطبق على باكستان وعلى أفغانستان وعلى تركيا وعلى السعودية وعلى السودان وعلى الصومال، وينطبق على الإسلام. فأنت مشكلتك مش مع إيران. لا هلا هيدا هيدا مشكلتك صارت مع القرآن. الله بالقرآن بصريح العبارة، علما أنه أنا رأيي مختلف على مستوى التأويل والتفسير. الله بيقول إذا حدا زنا جلده. طبعا بعود بأكد أنا رأيي عندي وجهة مغايرة، فهي مش مشكلة إيران. هاي مشكلة فهم الإسلام. عظيم. هاي دي نقطة على فكرة كانت من أحد أسئلتي. شو المناسبة إنه فجأة طلع على الهواء هالصور؟ أنا عم أقولك شو المناسبة. حضرتك رأيك إنه حزب الله وإيران عندهم يعني مبرر إنه هن يقطعوا الحدود لأنه هن بدهم يحاربوا هالجماعات الإرهابية. أنا وعم حضر الحلقة قعدت يعني إنه عملت ريسيرش شو الفرق فعليا بين المفهوم الإسلامي الإيراني والمفهوم الإسلامي الداعشي. خليني كفيلك بس يعني بس بدي تعطيني هذا الوقت. حضرتك قلت لي هاي الصورة مفبركة، أسلم جدلا ولكني على يقين بأنها مفبركة. بس أسلم أنا حلفت لك أسلم. طب اسمع أسلم. لأ بإيران ليه بده يلبس هيك؟ ليه بده يلبس؟ ليه بده يحط قناع؟ إذا رجل أمن بالدولة وما عنده محاذير أمنية وبده يمارس هاي العمل، ليه بده يحط قناع؟ تجربة حنعملها أنا وحضرتك. حنفوت على جوجل، حنحط الجلد في إيران، حيطلع لنا أول خبر: الجلد والغرامة عقوبة تربية الكلاب في إيران. وهو شيء قدمه 32 نائب في البرلمان بمشروع قانون يقضي بفرض هذه العقوبة، مع العلم أنها بعد ما أقرت الجلد. أوكي شغلة طيب تانية. حكم بالجلد لحظة. حكم بالجلد على إيران على مدارين سديمة عندما لاقوا قرار كيف بدها تنفذ؟ لا هيدي غير عقوبة. عندما ما عم يجلد الصورة عم يجلد. ما خليني كفيلك. هيدا لأنه شرب مبيت بالكنيسة. هيدا لأنه والله شرب الخمر للإيراني للمسيحيين بإيران مسموح. طيب خليني كفيلك. مش ممنوع. خليني كفيلك شو حيجي على جوجل: حكم بالجلد في إيران على مدانين بالاغتصاب، الصحفيون يواجهون عقوبة الجلد في إيران، الحكم على 3 صحفيين. مدانين بالاغتصاب ومحكوم عليهم بالجلد. انتقاد لحظة يعني بس خليني كفيلك شو بيجي على جوجل: جلد 5 أشخاص لتناولهم الطعام علنية أثناء رمضان في إيران، ممثلة إيرانية تواجه عقوبة الجلد بسبب قبلة، إيران تنفذ حكم الجلد اللا إنساني بحكم معلم كردي في كله على جوجل. قال جريدة الشرق الأوسط. ما جوجل بتاخذ من هون من هون. طيب طيب هو مجال الشرق الأوسط. خلوني احط الويب سايت اللي اجى عليه هذا الخبر رجاء. انا باحث الويب سايت. اسمعي طلعت لك الويب سايت. ما تفوتيني بتفاصيل بلا طعمه. ما عليه هلا مش اشكاليتنا نحن. حضرتك عم تقلي الشرق الأوسط ممكن نحط لك صوره. انت حتخسري كثير. الخبر جاي على الال بي سي. حتخسري كثير. الال بي سي اضرب من الشرق الأوسط برايي. يعني مش ليه حضرتك ضيفنا الكريم اليوم؟ لانه احترمتكم وجاي بدي أعبر عن رأيي. فضل. طيب خلص طالما أنت مستغربة خلص. ليه دكتور بس نحن عم نناقش ليه؟ خلص الدينة. ليه؟ طالما مستغربة ليه ضايفكم؟ بالعكس حضرتك خلص. عم بتقول إنه نحن أضرب من الشرق الأوسط فحدن. أنا عم قلك يعني حضرتك ضيف كريم مستوى سياسي. دكتور تفضل. دكتور دكتور بس ليه يعني شو اللي صار؟ أوكي أوكي ما بعرف شو بدي أقول. بريك وبنرجع.